جولتنا اليوم سوف تكون عن مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي. أخذنا التذكرة ثم وضح في التذكرة أين تتجه سواء يمينا أم يسارا من خلال الرقم الموجود على التذكرة. بعد ذلك ندخل الباركود من خلال هذه البوابة وندخل الملعب. جولتنا اليوم سوف تكون من داخل أرضية الملعب. ردة فعل الجماهير بعد الأهداف الثلاثة وكذلك الأعلام السعودية الموجودة في هذا الملعب. وفي نهاية المقطع سوف نوضح لكم طريقة شراء التذاكر أونلاين وكذلك كيفية دخول الملعب وتأخذ جولة فيه. كل ذلك سوف يكون إن شاء الله في نهاية هذا المقطع. Thank you.
حجز تذكرة مباراة نادي نيوكاسل يونايتد عبر موقعهم الرسمي. فقط تدخل موقعهم الرسمي كما هو موضح بالأعلى nufc.co.uk. لذلك تطلع لك الصفحة، تروح في الأعلى buy tickets، وبعد ذلك تأتيك هذه الصفحة، تنزل في الأسفل، تدخل على home tickets. بعد ذلك المباراة القادمة يوم 20 نوفمبر، اليوم حنا 30 أكتوبر. إذا عندك عضوية فقط يمكن لك الحجز من 25 أكتوبر، تقريبا قبل 5 أيام، الساعة 10 الأولوية للي عنده العضوية. إذا كان ما عندك عضوية مسموح لك حجز تذكرة هذه المباراة أونلاين يوم 1 نوفمبر الساعة 10 صباح، يعني الساعة 10 صباح 1 نوفمبر فقط. تأتي هنا، مكتوب هنا كلمة add to basket، تضغط عليها وتجد المقاعد واحجز لك مقعد. بعد ما تضغط add to basket هنا يأتيك لازم تسجل. إذا كنت ما أنت مسجل قبل، سجل من هنا، حط اسمك وإيميلك والرقم السري. المسجل السابق فقط ادخل ايميلك ورقمك السري. المباريات القادمة مثلا هنا، المباراة القادمة 30 نوفمبر، حد الان ما فتح اونلاين، حتى اللي معاهم العضوية كذلك مسموح لهم بالحجز في 9 نوفمبر 10 الصبح. يعني الاولوية دائما يكون للاعضاء، ولكن عادة نكون قبلها باسبوع. يعني هذا بخصوص حجز تذكرة أونلاين بدون ما تأخذ التذكرة في السوق السوداء. من هذا الموقع أفضل بكثير. أما إذا كنت طالب جامعة نيوكاسل أو جامعة نورثمبريا، فقط اذهب إلى اتحاد الطلبة وشوف إذا عندهم تذاكر للطلاب، فتحصل عندهم عادة تذاكر. وإذا ما حصلت فقط اذهب إلى هذه الصفحة واحجز التذكرة. أما إذا ودك تحضر الملعب، ما ودك تحضر مباراة، ودك بس تشوف الملعب من الداخل، تاخذ جولة فيه، فقط نفس الطريقة الأولى، بس ما تروح إلى هوم تيكت، تنزل في الأسفل وتشوف هنا الجولة داخل الملعب، اضغط عليه، وبعد ذلك تختار كلاسيك، تظهر لك الصفحة هذه. الدوام دائما يفتحوا من الساعة 12:30 إلى 2:30 من الاثنين الجمعة، مواعيد الأحد والاثنين هكذا. إذا كانت في مباريات ترى غير مسموح لك في نفس اليوم تأخذ لك جولة، مثلا اليوم حنا 30 أكتوبر، مثلا بكرة الأحد 31 أكتوبر في حجز هنا 10:30 صباحا، البالغ 15 باوند والطفل 8 باوند، و12 باوند للي عنده بطاقة طالب في بريطانيا في الجامعات البريطانية. سوي اد ثم بعد ذلك تسجل، ثم يأتيك على الايميل تذكرة تدخل الملعب. بخصوص المباراة يجيك نوعين، النوع الاول يرسلونك على البيت في بريطانيا تذكرتك ثم تاخذها، او تجيك كملف PDF عبر الإيميل، ولكن أنت تحتم عليك تروح تطبعها على ورق A4 وتروح للملعب. إذا رحت ما طبعت A4 ومعك التذكرة فقط في الجوال، يعني يعطونك غرامة بسيطة وثم بعدين يطبعون لك من داخل الاستقبال في الملعب. وصلنا الآن إلى نهاية جولتنا. إذا عندك أي استفسار يتعلق في نيوكاسل فقط تواصل معي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.